مساء الخير على كل مشاهدي 90 دقيقة في كل مكان من المحيط إلى الخليج. بمجرد صدور قرار بتعيين الدكتور مصطفى الفقي رئيسا لمكتبة الإسكندرية حصل جدل كبير جدا وانتقادات، لكن المهم محدش بيختلف على أن الدكتور مصطفى الفقي قيمة وقامة سياسية وثقافية كبيرة ورمز دبلوماسي مصري كبير. حزب التحالف الشعبي النهاردة، التحالف الشعبي الاشتراكي، أعلن رفضه تعيين الفقي مديرا لمكتبة الإسكندرية، وقال معتز الشناوي أمين الإعلام بالحزب أنه لا يصح أبدا تعيين الفقي مديرا لمكتبة الإسكندرية باعتباره كان سكرتيرا للرئيس مبارك لشؤون المعلومات، وكان نائب مجلس الشعب بدائرة دمنهور عن الحزب الوطني المنحل في 2005. وأضاف الشناوي أن تعيين الفقي مخالفا لكل القواعد المنطقية ويعتبر ردة لزمن ما قبل الثورة، لذا نرفضه ونطالب بمحاسبته على دوره في نظام مبارك. هقف هنا بقى، أنا مش فاهم لحد إمتى هتفضل 25 يناير ماشية تعمل حالة من حالات الإقصاء في خلق الله. يعني يا جماعة التحالف الشعبي شايف أن تعيين الفقي ضد مطالب يناير، هي يناير كانت قامت علشان الدكتور مصطفى الفقي ما يعينش في أي حاجة، هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية اللي كانوا بيطالبوا بيها، هي دي الصورة اللي انتوا بتبرهنوا بيها على شعاراتكم الواهية، هي دي العدالة الاجتماعية؟ هل هي دي الحرية؟ هل الإقصاء النهاردة وقمة الدكتاتورية اللي بتتمتع بيها أي جهة معارضة وياريتها ليها قيمة، يعني هي دي الثورات؟ لا، احنا مش عايزين الثورات دي. انا مش قادر افهم. انا اعرف ان حد عليه حكم، انا اعرف ان حد متهم بالفساد، انا اعرف ان اي مخلوق عليه لغط وفي قضايا يعني وفي نيابات وفي حاجة بالشكل ده ما ياخدش منصب، وان كان رجلا نظيفا ولكنه كان سكرتير لمبارك للمعلومات، فهي دي تهمته، او ان هو كان عضو مجلس شعب عن دمنهور في انتخابات 2005 عشان هو عم تابع الحزب الوطني. طب ما تلتين الحزب، المجلس اللي انتوا فيه ده حزب وطني، وناس كتيره قوي كانت موجوده جوه نظام مبارك، مش عايز اقول اسماء يعني، وقلبوا العب وشغلوا الزمبلك وقلبوا علشان عاوزين يعملوا فيها ان هم بتوع عيش برضه وحريه وعداله اجتماعيه، واسماء كبيره قوي جوه البلد كانت موجوده في مناصب جوه ايام مبارك، وانت نفسك اللي بتعترض على ده اتولدت وعشت عمرك كله في ايام مبارك. اوعوا تخلونا نحس ان كان ايام مبارك ده ايام الاحتلال، يعني ايام الاحتلال الصهيوني لمصر. اوعوا تفتكروا ان انتوا الناس مصدقاكوا. بالمناسبه حلقه الاسبوع الماضي اثارت جدلا كبيرا لما كنت بتكلم عن الاستاذ حمدين صباحي، وبعض الناس وعلى راسهم التافه معتز مطر طلع يقول لك ان تامر بيتملى من الضباط في اذنه، نظرا ان احنا كنا يعني بنتكلم انا واستاذ احمد فرغالي رئيس التحرير التنفيذي للبرنامج والاستاذ الجوهري مخرج البرنامج، وكان صوتهم مسموع في الاير بيس. يبقى ارجع لمقال بتاعنا في شهر 9 اللي فات اسمه العاطل والمطلقه والنائب، كنت يعني ده موجود في موقع صدى البلد. شوف المعلومات اللي انا كنت كاذبها على الاستاذ حمدين اللي انا طلعت قلتها يومها، انا ما بتملاش ولا عمري كنت بتاع اجهزه ولا عمري كنت تابع لحاجه، انا بتاع مصر، انا راجل بتاع مصر وابيض زي الفل زي القميص اللي انا لابسه ده، الركع على الجبناء اللي سافروا وهربوا وخدوا دولارات علشان يطلعوا يشتموا في مصر، انا ما بشتمش مصر، وانا مانيش عميل لاجهزه الموساد ولا انا عميل لاجهزه استخبارات اجنبيه ولا انا قطر بتصرف عليا، انا باخد مرتب من هذا المكان اللي معروف هويته، اللي يمتلكه رجل اعمال فلوسه معروف هي جايه منين، وبشتغل في قناه كبيره اقدم قناه في القنوات الفضائيه الخاصه، ومعروف اولي من اخري فين، الرك عليكم انتوا، الرك عليكم انتوا مش عليا انا، الرك على اللي فعلا قبض واللي فعلا كان بيشتم مرسي وقلب بقى مع الرئيس السيسي وبعد كده انقلب لما سافر وبدأ يقوم على نظام السيسي وكان مع مبارك وكان في حزب وطني ورجع يشتم في مبارك. الحقارة حقارتكم انتم يا بتوع تركيا، احنا ننضيف وما فيش على راسي بطح.
كفايه عليكم كده، خلي الدنيا تمشي، روحوا صربيا بقى اتدربوا حاجات زي كده. نرجع تاني للموضوع التحالف الشعبي. مش من حقك يا بتاع التحالف الشعبي اللي مش فاكر اسمك ولا فاكر لك رمز جوه حزبك انك تقول الدكتور مصطفى الفقي يتعين او ما يتعينش. في دوله مصريه اما تعين مش هتسمع كلام نبش فراخ كده بنسمعه، اصله كان سكرتير مبارك للمعلومات، اصله كان شغال في معرفش فين ايام مبارك. كلنا كنا شغالين ايام مبارك جوه الدوله المصريه، مفيش حد اتولد بعد 25 يناير بتاعتكم دي. يعني 25 يناير مش هنتولد احنا بتاريخ 26 يناير علشان نجيب اطفال بقى تمسك المناصب جوه البلد. كفايه عك وكفايه هبل. فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل عليه، قصدي نكمل مع حضراتكم.